أن ألتمس من شيخنا الفاضل الشيخ حسن الزميلي. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أخي في الهند، يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. لن أكون هنا أيها الأحبة في معرض الحديث عن مؤسس هذه الجامعة، فالحديث عنه لا يكون بمقالي هنا، فقد تحدثت عنه تلك الأفعال التي رأيناها، وأسأل الله عز وجل أن يذكره بها عند رب العالمين. أعني بذلك الشيخ غلام حفظه الله وسدده ومن معه من الأخيار. ولكنني أيها الأحبة تراقص بين أو أمام نظري في وأنا أجلس بينكم خواطر لم أستطيع إلا الإباحة بها. أول هذه الخاطرة: أي نعمة جمعتنا، أي منة لمت شملنا. إن النعم ترترى في أوساطنا وهي كثر، نعمة المأكل والمشرب والملبس والمركب، نعمة الجاه والمال، نعمة المراتب والمناصب. لكن هذه النعم إن لم تضبط بالنعمة الأتم والنعمة الأعم التي نحن الآن نعيش شيئا من فرحة الهداية لها، فإن هذه النعم المحسوسة التي تحيط بالجسم وتحيط بالإنسان ودنياه سرعان ما تنتهي عند ساعة الصفر عندما تفيض الروح، إلا إذا ضبطت بالنعمة الأتم وهي الأصل، وهي نعمة الهداية. إنها نعمة الهداية لهذا الدين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه النعمة التي بعث بها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم هي المشروع الأتم في حياة الناس، هي التي تجمعهم وتؤلف بينهم، هي التي لا تفرق بين عجمي ولا عربي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أرسل بها صلى الله عليه وسلم وبعث بها في الأميين، وهو من الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهذه منة الله علينا معاشر المسلمين التي جمعتنا وألفت بين قلوبنا وأفرحتنا جميعا فرحة لا تساويها فرحة. لكن هذه النعمة لها تبعاتها أيها الأحبة، فأنتم معاشر الفضلاء من الخريجين والطلاب تحملون تبعات هذا الفتح لكم في هذه المحافظة، تحملون هذه التبعات، وأنتم ترون شيخكم
يسر وهو يشاهد هذه النتائج، فإن التبعات عليكم عظيمة. وإني أسوق لكم هنا ثلاثة أسئلة، إذا صحت الإجابة عليها صح للعاملين المسير في الميدان، صح للداعية والباذل والعامل في ميادين الخير كلها صح له المسير. أما السؤال الأول ذاك ما نحتاجه، وأظن شيخنا الحبيب الذي بدأ هذه الجامعة بستة طلاب أظن هذه الأسئلة كانت حاضرة في طريقه. السؤال الأول، أيها المبارك يا من حفظت القرآن وتعلمت شيئا يمكنك من تبليغ شريعة الرحمن، اسأل نفسك وأنت في ميدان العمل لدينك، أنت تدل الناس على من، وتدعو الناس لمن، وتعبد الناس لمن؟ والإجابة الحاضرة تخفف عليك الألم وتسهل عليك الطريق. فإذا قلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أنت تدل الناس على الله وتدعو الناس لله وتعبد الناس لله. ولذلك فالطريق في العمل لدين الله ليس مفروشا بالورود، وإنما محفوفا بالآلام والمتاعب والمشقات، لكن النتائج تنسي الألم. فاعلم أيها الحبيب أنك بحاجة لهذا السؤال، وحاجة ملحة أن تحسن الإجابة فيه وتراجع هذا السؤال في كل مسيرتك. أما السؤال الثاني، فمن المستهدف بهذا العمل؟ من المستهدف بالدعوة؟ أنا أظن شيخنا الحبيب حينما أتى إلى هذه الجهة إنما كان يستهدف في الأمر الأول نفسه، براءة للذمة ودعوة لإخوانه وإبلاغا لرسالة الله في أرضه. ولذلك إذا سألت نفسك من المستهدف في الدعوة فلا تقول الآخرين، وإنما قل أنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأما السؤال الثالث، فلماذا الدعوة؟ لماذا الدعوة؟ لماذا العمل للدين؟ لماذا لا نستكين؟ لماذا لا يكون الفضلاء الداعمين مع أزواجهم وأهاليهم؟ لماذا لا يكون الدعاة على شواطئ البحار ويتركون الميادين؟ لماذا لا ينشغلوا بأزواجهم وأنفسهم وتجاراتهم وينصرفوا عن كل شيء؟ لماذا وهم يرون ذلك الطوفان من الفتن والنوازل؟ لأن الدعوة عبودية لله، لأن المسلم يعلم أن الدعوة عبودية لله. الذين آمنوا يسيرون في طريق الدعوة إلى الله وهم يعلمون أن الدعوة عبودية لله وحده، يتقربون بها إلى الله وينشدون من خلال إبلاغ رسالة الله براءة ذممهم. أقف عند هذا القدر. بارك الله جمعكم، وبارك الله تخرجكم، وبارك الله جهدكم، وشكر الله لإخواننا الذين أشيد بدعمهم في هذه الجهة. وما علمنا تلك البلدان إلا يدا مودودة لإخوانهم في كل مكان. أسأل الله كما فرحنا هنا، أسأل الله كما فرحنا هنا أن يفرحني وإياكم بجمع في جنة عدن عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.